عربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة لحادث الهجوم الإرهابي على محطة حافلات في القدس وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت في رفض العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله مجددة دعوتها إلى التهدئة وضبط النفس وعدم التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وتهيئة الأجواء المناسبة لإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة